هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طيبين؟ بخير مبسوطين، رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع زي اللهب. طبعا في مقطع اليوم راح نتكلم عن بعض التسريبات والأخبار اللي انتشرت عن روكستار وإنها راح تنزل شيء جديد ولعبة جديدة في الفترة القادمة. الكثير من الشائعات والتسريبات نزلت، لذلك راح نتكلم عنها وراح نقدم بعض الأدلة والبراهين. قبل ما نبدأ في المقطع أتمنى أنك تشترك في القناة لو ما كنت مشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل شيء جديد عن القناة. أما الآن خلونا نخش في المقطع. طيب، زي ما تعرفون شركة روكستار عندها عدد كبير جدا من الاستديوهات المنتشرة حول العالم، في موجود في أمريكا، في أوروبا، في الهند وغيرها. طبعا بعض هذه الاستوديوهات مخصصة لألعاب معينة وبعض الاستوديوهات الأخرى تكون عامة، يعني استوديو عام للشركة ولجميع ألعابها، عكس الاستوديو الخاص يكون خاص بلعبة معينة. عموما الاستوديو العام هذا موجود في اسكتلندا وهذا هو الاستوديو الرئيسي للشركة تقريبا. طبعا روكستار معروفة انها قبل ما تنزل اي لعبة كبيرة او تعلن عن شيء لهم يسوون للعبة او شيء ترويج واعلانات كثيرة وقوية جدا، وهذه الاعلانات تكون في مدن كبيرة زي نيويورك ولوس انجلوس وغيرها. لكن روكستار لما تبغى تطلق لعبة او تشويقها للعبة يسوون شيء اساسي جدا، وهو انهم يغيرون واجهة الاستديو حقهم الى اللعبة الجديدة والقادمة. على سبيل المثال هذا احد استديوهاتهم بعد اعلان اول تشويقة وتريلر للعبة جي تي اي في، صورة كبيرة جدا للشخصيات الثلاثة وفيها راح تعرف انه جي تي اي 5 راح تكون قريبة جدا. طبعا لما روكستار اعلنت عن ريد ديد ريدمشن 2 ايضا سوت نفس الحركة، اول شيء نزلوا تريلر او تشويقة للعبة، بعدها على طول وضعت صورة ريد ديد ريدمشن 2 في الاستوديو الرئيسي حقهم زي ما تشوفون. عندك البطل ارثر مورغان وعبارة اوتلوز فور لايف، وايضا زي ما تشوفون عصابة داتش منتشرة ورايحة لمكان معين. طبعا هذا الاستديو من اقوى الاستديوهات للشركة واللي معظم الالعاب والعاب روكستار صنعت فيه. طيب في الاسبوع اللي راح روكستار سوت تغيير غريب جدا. في احد الاشخاص في موقع ريديت اسمه مستر ويكس 19 نزل بوست، وفي البوست هذه الصورة، وزي ما تشوفون روكستار حرفيا قاعدة تشيل صورة ريد ديد ريدمشن 2 من واجهة الاستديو. طبعا على طول راح تتساءل ليش شالوها، هل عندهم شيء جديد ولا ايش؟ طيب تعالوا مع الاحتمالات وايش ممكن يعني هذا الشيء. اول احتمال ان روكستار فقط ازالت البوستر لانهم يبغون نافذتهم الكبيرة اللي تدخلهم شمس تكون تدخل لهم شمس، يعني يبغونها تدخل لهم نور ربنا الطبيعي، وانهم يعني خلاص اللعبة ريد ديد ريدمشن لها تقريبا سنة كاملة، فطبيعي جدا اننا نزيل البوستر وخلاص انتهينا. طبعا هذا هو الاحتمال الاول، ممكن تشوفوا احتمال بيض. لكن تعالوا للاحتمال الثاني، من الممكن ان روكستار ازالت الصورة لانهم يحدثونها او يحدثون صورة ريد ديد ريدمشن 2 بشكل جديد وبحلة جديدة، يعني روكستار تجهز صورة جديدة وفيها راح يعلنون عن ريد ديد ريدمشن 2 على البي سي. وزي ما تعرفون في الفترة السابقة انتشرت تسريبات كبيرة جدا وتنص على انه ريد ديد ريدمشن 2 راح تنزل على البي سي في عام 2020، يعني في تسريبات كبيرة جدا انتشرت على انه ريد ديد راح تنزل على البي سي. فمن المحتمل ان روكستار ازالت بوستر ريد ديد ريدمشن 2 العادية عشان تحط البوستر الجديد لريد ديد ريدمشن لكن على البي سي. طبعا هذا الاحتمال قوي لانه في تسريبات كثيرة انتشرت حيال هذه النقطة. طبعا في تسريبات اخرى قالت انه من المحتمل انه لعبة ريد ديد ريدمشن 2 تنزل على الجيل الجديد زي ما صار لعبة جي تي اي في، نزلت على البلايستيشن 3 بعدها نزلت على بلايستيشن 4 بنسخة مطورة وبنسخة افضل من السابق. فممكن روكستار ازالت البوستر عشان ينزلون النسخة المحدثة لريد ديد ريدمشن 2 سواء كانت على البي سي او على الجيل الجديد.
الاحتمال الثالث، وأتوقع هذا الاحتمال راح يعجبكم، إنه من الممكن روكستار في الأيام القادمة تعلن عن لعبتها الجديدة واللعبة القادمة لروكستار، وبعدها تبدأ في الترويج والإعلانات، وبعدها تحط صورة اللعبة القادمة على واجهة استديوهم زي ما صار مع ريد ديد ريدمشن وجي تي اي 5 وغيرها. طبعا البعض تكلم عن بولي 2 وإنه بولي 2 هي اللعبة القادمة لروكستار. طبعا زي ما تعرفون بولي 2 لها تسريبات كبيرة وقوية جدا وانتشرت في الأسبوع اللي راح تقريبا، زي مثلا انتشرت بعض الصور من داخل اللعبة زي قائمة اللعبة وقائمة التوقف والماب وغيرها. زي ما تشوفون هذه الصورة، وزي ما تشوفون في الصورة الظاهر انها تسريب من قائمة التوقف للعبة. زي ما تشوفون اعلى في اليسار عندك صورة البطل نوعا ما غير واضحة، لكن زي ما تشوفون هذه هي الصورة. ايضا زي ما تشوفون الماب في منطقة اسمها وينتر سميث مانشن، زي ممكن القصر المعين او حاجة. المهم انه هذا من داخل اللعبة ومن داخل ماب اللعبة. ايضا زي ما تشوفون في القوائم عندك الستوري، عندك السيتينجز، عندك الاونلاين. بولي 2 من الممكن انه يكون فيها اونلاين. طبعا كيف يا صالح تتأكد من هذا الشيء؟ طبعا ما اقدر اكدها، لكن هي تبقى تسريبات، ممكن تكون صحيحة ممكن تكون خاطئة، لكن حنا نعرف قوائم روكستار وكيف آليتها وكيف شكلها. خيار الستوري هذا تقريبا في جميع ألعاب روكستار هذا الخيار موجود، فأتوقع بنسبة كبيرة إنه فعلا هذه الصورة من داخل بولي 2. طبعا بعض التسريبات قالت انه لعبة بولي 2 راح تنزل في عام 2020، فمن الطبيعي جدا ان روكستار تعطي تشويقة بسيطة عن اللعبة، بعدها تبدأ بالترويج والاعلانات ووضع بوستر بولي 2 في واجهة استوديوهم زي ما سووا مع ريد ديد ريدمشن 2. فمن المتوقع في الايام القادمة روكستار تعلن شيء بسيط عن بولي 2، بعدها يحطون بوستر بولي على واجهة استديوهم، فلذلك ممكن روكستار أزالت بوستر ريد ديد ريدمشن 2. الاحتمال الرابع، البعض قال إنه روكستار من الممكن إنها تعلن عن جي تي اي 6 في الأيام القادمة، وخصوصا إنه في تسريبات كثيرة جدا انتشرت حيالها. طبعا نوعا ما نسبة ضعيفة جدا، وأنا أستبعد هذا الاحتمال تماما، لأنه لعبة جي تي اي 6 يا إخوان بدري عليها شوية، مو شوية، كثير جدا. الاحتمال الخامس اللهبي وأتوقع راح يعجبكم مرة، إنه روكستار من المحتمل إنها تعلن عن Undead Nightmare 2. طبعا روكستار سابقا نزلت الجزء الأول من Red Dead Redemption في 18 مايو 2010، بعدها نزلت Undead Nightmare الجزء الأول في 26 أكتوبر 2010، يعني تقريبا بعد 5 شهور من الجزء الأول الرسمي. فاحتمال نزول Undead Nightmare عالي نوعا ما، خصوصا انه اللعبة او لعبة Red Dead Redemption مرت عليها سنة كاملة وتحتاج اشياء جديدة، فمن الممكن انه روكستار ازالت صورة Red Dead Redemption 2 عشان تعلن عن Undead Nightmare 2. طيب اعطيكم دليل رهيب جدا، واحد من اصدقائي رسل لي صورة لمؤدي صوت شخصية بيل ويليامسون، وبيل لابس تيشيرت مألوف زي ما تشوفون، لابس تيشيرت Undead Nightmare وقاعد يسجل صوت معين. طبعا بيل ويليامسون نزل الصورة قبل تقريبا 5 إلى 6 أيام، فهل هذا تلميح قوي على قرب نزول Undead Nightmare لذلك روكستار أزال البوستر؟ طبعا بيل ويليامسون في البوست كان يقول إنه لبسي لتيشيرت Undead Nightmare ما في له أي تلميح أو ما في له للعبة قادمة أو حاجة زي كذا، كان ينفي هذا الشيء تماما. لكن من وجهة نظري ومن وجهة نظر الكثير جدا، أنه من الطبيعي جدا أنه بيل ويليامسون يسوي هذا الشيء وينفي الشبهات عنه ويبعد الشبهات عن بيل ويليامسون وزي كذا، فاحتمال Undead Nightmare ممكن تكون موجودة لذلك أزعلوا البوستر. طيب آخر التحديثات عن الموضوع تقول التالي، أحد الأشخاص سأل الشخص اللي نزل الصورة هل في شيء جديد في استديوهات روكستار، هل وضعوا صورة جديدة وبوستر جديد؟
رد خوينا وقال ما في أي شيء جديد، رحت عدة مرات لكن روكستار ما أضافوا أي بوستر ولا حطوا أي شيء. طبعا من وجهة نظري روكستار ما راح تحط الصورة القادمة أو تحط يعني بوستر جديد في استديوهاتهم إلا بعد ما يسوون تشويقة أو تريلر للعبة القادمة، فمن غير المتوقع إنهم يحطون البوستر بعدها ينزلون تشويقة، فمن الممكن إنه الأيام القادمة نشوف تشويقة أو تريلر من روكستار جيمز عن الخطوة واللعبة القادمة لهم. طيب هذه هي آخر التسريبات والأخبار اللي انتشرت عن روكستار وعن ألعابها. أنا بالنسبة لي أنا صراحة أتمنى Undead Nightmare ونوعا ما أتمنى بولي 2، فأتمنى روكستار إنها في الأيام القادمة تسوي لنا أي تريلر أو تشويقة أو إنها تلمح لواحد من الاثنين أو أي واحد من الاحتمالات اللي تكلمنا عنها. طيب يا لهبيين شاركونا آراءكم في خانة التعليقات، إيش أكثر لعبة متحمسين لها، بولي 2 ولا Undead Nightmare؟ وأيضا شاركونا آراءكم على التسريبات، هل تتوقعون روكستار تنزل لعبة جديدة؟ إيش صاير حيال البوستر اللي في استديوهات روكستار؟ شاركونا آراءكم. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.